استجابة لحاجات ومتطلبات العصر الحديث وتطويراً لنوعية التعليم المسيحي للمؤمنين، افتتح غبطة الكاردينال بير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين مركزاً للتنشئة الروحية للعلمانيين باللغة العربية، وذلك في المعهد الكليريكي في بيت جالا. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. افتتح غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين مركز التنشئة الروحية للعلمانيين، وذلك في المعهد الإكليريكي في بيت جالا، وبحضور سيادة المطران ويليام الشوملي والمطران بولوس مارقوتسو والأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي وعدد من الأباء الأجلاء والرئيسة العامة الأخت صوفي حطر وعدد من الراهبات والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي وممثلي المؤسسات والأخويات. ابتدأ حفل الافتتاح بكلمة ترحيبية من منسقة المشروع السيدة أصال سليبي وكلمة الأب برنارد بوجي الذي أشار إلى أهمية افتتاح هذا المركز لتنشئة العلمانيين تنشئة روحية. هي مبادرة لأول مرة نفتح المعهد الإكليريكي لتنشئة العلمانيين تنشئة رعوية إيمانية إنه يعرفوا الكتاب المقدس وإيمانهم المسيحي. هاي المبادرة بدعم وبرؤية صاحب الغبطة كاردينال بير باتيستا باتسابالا اللي أجا وأكرمنا بافتتاح المركز اليوم. بهمنا إنه المعهد الإكليريكي المكان الأساسي لتنشئة كهنة البطريركية اللاتينية أن يكون دائماً مفتوح للمؤمنين وأن يشعروا أنه هذا هو أيضاً بيتهم. أكيد الكهنة اللي بتنشئوا هون عبر السنين بشعروا بهذا الرابط القوي بينهم بالمعهد الإكليريكي. بهمنا المؤمنين كمان العلمانيين يكون عندهم هاي الخبرة ويكون عندهم مجال أنه يعرفوا إمامهم. عنا البوادر الأولى عم بتقولنا أنه في عدد كتير كبير عم بسجل لهاي اللقاءات بحيث انه انجبرنا انه سكر التسجيل حاليا، ولكن نعرف انه في المستقبل راح يضل في هذا الشيء مستمر وانه راح يكون في مجال لكل المؤمنين هون في منطقه الاراضي المقدسه القدس وبيت لحم انه يعملوا هاي المراكز يحضروا البرامج في المركز التنشئه الروحي، وايضا انه نحن نروح مع هاي البرامج الى اماكن مختلفه حتى نقدر ننشئ أكبر عدد من المؤمنين. ربنا يبارككم دائما وشكرا جزيلا على دعمكم. شكرا لنور سات ولمارلين، الله يخليكم. وكلمة السيد جورج عكروش مسؤول المشاريع في البطريركية اللاتينية والتي شرح من خلالها كيفية نمو فكرة تنشئة مركز روحي للعلمانيين. وكان لغبطة البطريرك كلمة أشاد فيها بأهمية وجود مركز روحي لتنشئة العلمانيين باللغة العربية ولطلاب المعهد الإكليريكي الذين رتلوا وأضافوا لهذا الحفل بأصواتهم عطر الافتتاح. We are opening today the spiritual pastoral center here in Bejala, the center for learning of biblical tradition, biblical scripture, moral theology for all the lay people, for all those who want to, Christians want to deepen their faith. This is just the first step in order to have to have other centers where our people who are interested to know Jesus can find also the instrument to learn more. I'm very positive, very happy to see so many people interested in this. احنا حاليا عم نطبق مشروع اسمه مركز التنشئة الروحية. هذا المشروع بعطي دورات دينية مجانية ثقافية روحية للمؤمنين والمؤمنات الموجودين في مختلف الرعاية. رح نبدأ بالفصل الأول بأربع دورات مختلفة اللي هي مقدمة في الحياة الروحية، مقدمة في الحياة الأخلاقية، مقدمة في تعليم الكنيسة الاجتماعي، ومقدمة في العهد القديم. وطبعا للفصول اللي جاية رح نتناول مواضيع دينية ثقافية
ثقافية روحية مختلفة. وبعدها توجه الجميع للمركز الذي تم تهيئته لدورات التنشئة، حيث قام غبطته بمباركة المكان وإقامة تراتيل من قبل طلاب المعهد. وفي نهاية الحفل أقيم حفل استقبال في ساحات المعهد الإكليريكي على وقع عزف من قبل الكشاف وتوزيع مسابح على المشاركين. للنورسات مارلين الحدوة من باحات المعهد الإكليريكي بيت جالة. مبروك مبروك.